فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن أبي رجل قد كبرت به السن وهو لا يجيد الوضوء، وذلك بأنه لا يغسل يديه إلى المرفقين بل يكتفي بالكفين فقط، وقد نصحته مرارا ولكن لم يستجب لي، فما حكم صلاته وما نصيحتكم له؟ الصلاة غير صحيحة، يجب عليه أن يقبل التعليم ويقبل التوجيه، ولا يجوز له يستمر على عادته المخالفة للشرع. عليك أن تؤكد عليه وتذكره وتخوفه بالله عز وجل لا يموته على هذه الحالة. اللي ما يغسل يديه كاملتين لا يصح وضوءه، ما يكفي غسل الكفين. نعم.